السلام عليكم، عندكم مبروك، تعالوا تعاودوا. جيت نشارك معكم واحد المرزيه كتجي غزاله ورائعه، وتقدري تصبريها تديها معك اي بلاد، ماشي انتيا من بلادك حتى البلاد فين راكي ساكنه. يلا نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا لواحد السيترو ديال الماء، جوج كيسان كبار هي السيترو. غادي نديرو هذا كاين نسميوه حنا الخرقوم، العطريه مدقوقه على اليد، يعني طبعا لو بغيتي تطلع لك مزيانه تكون العطريه مدقوقه على اليد. جوج معلقات تقريبا صغارين ديال الخرقوم، البزار ما كنكثروش بزاف، غادي نديرو غير شويه. نص معلقه هكا، نص معلقه صغيره ملحه على حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. كل واحد كيبقى الاختيار ديالو، سكينجبير، زنجبيل، هو هذا توا جوج معلقات صغار. هادي القزبر يابس قعقله بسيبيسه، راه معروفه القزبر يابس قعقله بسيبيسه، نتوما تقريبا واحد سته ديال الفصوص ديال نتوما السنين فات، هكا حنا كنقولو السنين فات كنطحنوهم، ولا بداك اللي كتبزط لنا نتوما باش ما بغيتو نتوما. هادي واحد شويه القرفه، حيت مازال نزيدو القرفه في الزبيب باش يطيب لنا اللحم، وشويه ديال السمن، ما يكون حار ما يكون حلو. الزيت البلديه كنخليها انا حتى للتالي عاد غادي نديرها، لان معلش كنخلي انا الزيت، انا اي حاجه كنديرها ماشي غير في اللحم كنخلي الزيت هي التالي، لان ما باش داك التوابل كيدخلوا لنا في اللحم، الا درنا الزيت الزيت كتغلف في داك اللحم ما كتخليش تدخل فيه التوابل. صافي كنتشكو هكا شويه اللحم كله، انا راني مصايبه كنتشكوه كله، والطروفه اللي صغيرين وملحمين هما اللي كنديرهم تقريبا العنق، داك العنق ديال الحولي ولا داك الطريفه تاع الضليعات، حيت ما كتحتاجش هي اللحم بزاف، غير بحال هكا طريفات صغيرين وصافي. هذه واحد المرزيه على اصلها وساهله وما كتكلفش، يعني دابا الحمد لله اللحم اللي غالي على العيد موجود، وكل شيء كنديرو غير من العيد للعيد، ما كنصابوش بزاف لان ما اللحم راكم عارفين غالي شويه، الفرصه ديال العيد هي اللي كان الاخر. صافي غادي نخلطو مزيان، غادي ندخلو هاد اللحم في هاد التوابل هكا مزيان، في هاد الماء وهاد التوابل اللي درنا، غادي ندخلوهم مزيان هكا، غادي نشرملوها بحال اللي كنشرملوها مع القزبر، فيها يابس ثوما تبارك الله كتجي غزاله الصراحه، غير تيقوني. وبالنسبه للناس اللي كتسافر باغيه تديها معها، دابا اللي جالس في بلادو باغي يمشي للدول الاوروبيه، انا غادي نوريكم كي غادي ديروها، تعقموها تبقى لكم في الطريق كامله شحال، وخا حتى 3 ايام ولا 4 ايام في الطريق من دون ما يوقع لها، غير تبعوا الطريقه مزيان. ايوا ها الفيديو معكم، ودعموا شويه القناه، احنا اي حاجه عندنا كتستقلنا ومزيانه كنشاركوها مع المشاهدين. غندرس معكم، عاد حطيت لكم واحد الفيديو ديال المحمس، وتا هو وريتكم الطريقه ديالو الا بغيتو تعقموه وتديوه معكم ان شاء الله. احنا غادي نصابو هادو نسليهم، راني معكم ان شاء الله، احنا خطوه بخطوه. صافي غادي نقطعو هاد هاد لاصوص هادي، هاد الما اللي درنا فيه هاد التوابل، غادي نكبوه في المرمطه ديالنا هكا. شويه د السمن، ضروري السمن، السمن ما كيكونش حار بزاف، راه يلاه فيه واحد المذاق النسمه الحراريه كتجي زوين، ولا بالنسبه اللي عندها السمن حار تقدر تزيد فيه الزبده، الزبده اللي كتاكل وتخلطهم مزيان وديرهم في الثلاجه كتولي تاهو كيولي عاطي المذاق زوين. صافي غادي نكبو هاد الاخر هاد هنايا في الكوكوط، وغادي نخليوها طيب واحد 4 ساعه هكا، ولا بغيتو تزيدو شويه الماء زيدو على حسب اللحم، الا كان اللحم صغير ولا كبير كيبقى لكم نتوما حتى كيطيب كيدخل فيه الطياب. صافي ومن بعد مني غادي نحسو بها واحد 4 ساعة نوليو نرجعو ليلها، ولا حسب الكوكوط اللي مجهدالها ونديرها فوق النار، وعاد نديرو الزبيت هديك الساعة ان شاء الله. صافي
ها هي غادي نولي نشوفوها دابا. ها هي المريقة طابت، اللحم دخل فيه طياب شوية، غادي نديرو الزيت. الا شتو اللحم زعما طابك نزيدوه المرقة، ما كان طايب صافي بلاش، خلو غير ديك المرقة ديالو تنحيدوه باش نديرو فيه نديرو الزبيب. صافي غادي نخليوه يغلي شويش. صافي حيدنا اللحم، درنا غادي نديرو دابا الزبيب، ديك المرقة اللي تما كافية. غادي ولكن مع التحراك باش ما يلصقش، راكم عارفين الزبيب ما غادي نديرو شوية السكر والقرفة ربما تلصق لكم ولا تشيط. صافي وبالنسبة أنايا ما غاديش ندير اللحم فوق الزبيب، لأن ما بغيتش اللحم يجي حلو، بغينا اللحم يبقى مالح في المرقة ديالو اللي طافيها الأولى. بحال المرقة غادي نغمروها مزيان ب هكا تجي تبارك الله كتجي معلكة، لا اللحم كيجي معلك ولا والو. ما حيت داك البصلة اللي ما واللي بغات دير البصلة تقدر ديرها، ولكن راه ما نضمنكمش فيها تدي واحد شي بلاصة راه ما غاديش تصبر. هاد الطريقة كتصبر ما كتضيع ما والو. واللحم بالنسبة غادي ندير بعدا القرفة، ندير شويش القرفة، ما ندير فيها لا ربيع لا والو، غير داك القصبر يابس اللي درنا. صافي راه تبارك الله كتجي غزاله. بالنسبه للحم انا اللحم ما غاديش نردو فوق باش يتغمر مزيان، ما غاديش نديرو فوق الزبيب، غادي ندهنو بواحد هذا شويه ديال اما زبده اما سمن اما هذا. انا هذه غير الزبده، السمن عادي وصافي، ولا زبده ولا اللي كان. يعني ملي كنقولو السمن راه شي حاجه بلديه، الزبده هذاك الشيء ديال السوق راكم عارفينها. كندهنها هكا وندخلها اللاطا ونبقى نقلب ونعاود نقلب، لو بغيت تزود شويه زويته بلديه كنبقى نقلبها هكا حتى كيتحمر كيجي معلك وغزال. الصراحه راكم غادي تشكروني على هذه الطريقه ديال الجدود اللي كانوا كيديروها، هي هذه اللي كنا كنشوفوا الوالدين ودخلوها الفران على العافيه، كل فران سخون نقصوا له وصافي خليوها كتحمر مزيان، كيولي اللحم ديالو معلك معلك بحال، وما تخافوش منه. انا قلت كندير هاد الطريقه هادي وكنخليها في القراعي لمده عام. غادي نرجعو غادي نديرو هنايا، غادي ندير غير هذا اللي بغى يدير العسل، غادي يدير واحد نص كاس العسل. انا غادي ندير السكر كلاصي سنيدا، كتبقى كتضيع لنا الزبيب وداك الشيء مع البروديه مع هادي. السكر كلاصي كتجي غزال، كتجي المرقه معلكه. صافي غادي نعينو هكا الزبيب حتى يطفى المرقه، حيت انا الزبيب خليته ملي بديت نصب خليت الزبيب غسلته مزيان وخليته في الماء كيتفسخ دغيا، غادي يطيب مع شي يحتاج طيب بزاف. ايوا ان شاء الله حتى نصبان انا معكم. صافي ها اللحم حمرناه مزيان، تحمر كيجي تبارك الله جا معلك غزال غزال الصراحه، كيجي من داك الشيء درف. وبالنسبه اللي بغى يحيدو انا غادي نوريكم الطريقه، قريعه بحال هكا. غادي نختارو غير اللحم، نحيدو داك العظام باش ما يهزناش البلاصه، غير اللحم ونديروه في كاسرونه فيها الماء ونخليوه يطيب واحد ربع ساعه في داك الماء هكا، المغطيه تكون مسدوده وداك الشيء راكم عارفين. صافي ونديروا عليه شويه ديال الليدام. بالنسبه لبغيتو تديو معكم الزبيب حتى هو ديروه في قريعه، حتى هو عقموه ديروه في الماء طايب هكا والبوشونه مشدوده مزيان. صافي وديروه في واحد الكارطون بالصحه والهنا في اي بلاصه مشيتو جميع الدول. انا ما عادش نحتاج ندير معكم حتى ندير غير داكشي قليل على حساب الضيف اللي عندي وداكشي. صافي غادي ندير الحيمه كتبقى معلكه وزوينه، ما بغيتش نديرها في الزبيب كان اللي كيخلط حدا بنيتي هكا الزبيب. صافي شد راسو بطل اللحم وديريه تما وخليه نار هاديه وخلطيه هكا وخليه يطيب مع داك الزبيب يجي حلو. انا بغيت اللحم يبقى مالح والزبيب وداك الشيء يجي حلو، كتجي التغميره ديالو غزاله الصراحه مع واحد الصعودات ما نقول لكمش، راه حنا في واحد الصاد. صافي غادي نصيبو هكا داك الشيء اللي غادي يكفينا، نهزو الزبيب واحد الصفايه باش ما يطلعش ليدام، ليدام على حسب اللي بغا. عاد من بعد كنبقاو نديرو شويه ليدام فوق اللحم وداك الشيء باش كيجي
ايوا معليش مره مره في هذا العام اللي كنديروا الحواله ما عادش ناكلوا المرزيه حنا ديما بحال كانوا الضيافيه ماشي مشكل ما في دارك ما عادش تقدري تاكلي اللحم هكا بزاف هكا مغافين حتى هو مضر شويه مره مره ما عادش ما عادش لي دات مع داك الشيء ما دابا ما عطيتش البصله عطيه البصله باش تقتل لكم داك مزيانه كتصفيو داك الشيء البصله ما عطيتش ما كتخطاش الحمد لله الخير موجود صافي غادي نكملو دابا عفوا سمحوا لي تعطلت شي تحلت الباب يلا غادي نعمر دابا طبسيل الصبان على حسب نتوما اللي بغيتو انا غادي نصب جوج طبق تبارك الله غير تيقوني هاد المرزية كتجي واعرة واعرة ما فيهاش قوة تخربيقات هادي هي الأصلية اللي كنصايبو شحال هادي صافي كندير واحد شوية د ليدان غير شوية ماشي بزاف ها اللحم تبارك الله كيجي غزال صافي كنديرو غير شوية على حسب الطبق بغيتي يقوني والله حتى تشكروني بزاف على هادي وعاونوا معكم هاد القناة طلعوها شوية تزيد القدام راه فيها وصفات بلديين وزوينين الصراحة غادي ندير شوية اللوز اللوز على حسب اللي بغا داكشي هي كتبغي الصراحة كتجي داك التقرميشة مع الزبيب مع هادي كتجي واحد المذاق واعر سمحونا لك كان شويه ديال الدم راكم عارفين ملي كيكون بنادم كيصب راه ضروري ايوا ان شاء الله بالصحه والهنا باش كنتمناو حتى العيد الجاي ان شاء الله عاوتاني كاين وصفات بزاف ودازونا ولكن ان شاء الله مازال الخير القدام يلا غنبشركم بروكين باش كنتمناو بالصحه والهنا ولا عجبكم هذا الطبق ولا كان شي اضافه ديروها لنا في الكومنتار نجاوبكم إذا كانت شي حاجه ما مفهوماش ولا هادي يقولوها لنا ان شاء الله وانا معكم في لي كومونتير نجاوبكم على شي لا يلا عيدكم مبارك جميع امه المسلمه في انحاء العالم وتهلاو لي فريوسكم يلا مع السلامه